وللمزيد مشاهدين حول برامج الدولة في الحماية الاجتماعية معنا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. بداية، كيف ترى برامج الحماية الاجتماعية التي تعلنها الدولة من وقت لآخر، خاصة يعني اشتراك القطاع الخاص، مؤسسات الأهلية، إلى بالإضافة يعني إلى دور الدولة في هذه البرامج؟ يعني يمكن منذ أن انتهجت الدولة برنامجها للإصلاح الاقتصادي في العام 2016، وبدأت حقيقة الأمر بسلسلة من القرارات التي يعني من الناحية الغير عميقة نظر إليها أنها أثرت على متوسط ومحدود الدخل، إلى أن الدولة في ذات الإطار وبشكل موازي انتهجت منذ ذلك التوقيت سياسة اجتماعية كان الهدف الأساسي منها هو الحد من الآثار المترتبة على مثل هذه القرارات. استمرت هذه السياسة حتى في قلب جائحة كورونا التي حدثت واللي عطلت العالم كله، لكن الدولة المصرية كانت يعني مصرة على استكمال سياستها لبرامج الحماية الاجتماعية. يمكن كنا نشهد في قلب هذه الجائحة الدعم الذي كان للعمالة غير المنتظمة وغيره. كان أيضا من ضمن صور هذه البرامج برنامج حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة، والتي كان الغرض الأساسي منها هي تقليل الفجوة التنموية ما بين المحافظات والأقاليم، لأنه كانت كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي المعنية بالبطالة والمعنية بمعدلات الفقر كان هناك هوة كبيرة تشير إلى أن هناك داخل الدولة فجوة تنموية كبيرة. وكان في إطار يعني التزام الدولة بتحقيق ما يطلق عليه التنمية المستدامة التي كانت توزع خاصة فيما يتعلق بالمشروعات بشكل أكثر عدالة ما بين المحافظات والأقاليم. طبعا انعكس هذا الأمر سواء على يعني تقليل معدلات الفقر، على رفع مستوى رفاهية المواطنين خصوصا في الخدمات المعنية بالمواطن التي تؤثر عليه بشكل مباشر زي البنية التحتية وزي مشروعات توصيل المياه والصرف الصحي والخدمات الخاصة بالرعاية الصحية وخدمات التعليم. كل هذه الأمور يعني هي واحد من أهم الأمور التي ساعدت على الاقتصاد المصري وأعطته قدر أكبر من المرونة ليستطيع مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتي أثرت على العالم، سواء أزمة الكوفيد أو الأزمة الروسية الأوكرانية. تتحدث عن عدم المركزية وأيضا العدالة في هذه البرامج. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف.